وذلك لكي ينضموا إلى مسيرة العمل الوطني في عقيدة أمنية راسخة، وذلك لتحقيق الأمن الذي يعتبر هو الوجود بالنسبة للإنسان وحياة أيضا بالنسبة للإنسان، وكذلك أيضا ضرورة للتنمية والازدهار. أكاديمية الشرطة التي نحدثكم منها هي هذا الصرح العلمي الأمني الشامخ، هذا الصرح بالفعل الذي يعتبر من أكبر وأقدم أكاديميات الشرطة على مستوى العالم، بل هو الأول على المستوى الإقليمي من حيث الريادة، وذلك تعليميا وبحثيا وتدريبيا. أكاديمية الشرطة التي نتواجد بها حاليا، والتي منها كلية الشرطة وهي الكلية الأم في إعداد الكوادر الأمنية القادرة على خوض العمل الأمني والحفاظ على تأمين الجبهة الداخلية لمصرنا الحبيبة، جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، وذلك في تأمين مصر وتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب. في وقت يموج فيه العالم والمنطقة تحديدا بالكثير من التحديات، ومعظم هذه التحديات تحديات أمنية وتحديات ربما وجودية، بنحتاج لدور الأمن، سواء أمن الحدود زي ما ريهام قالت القوات المسلحة وأمن الأوطان، لكن أيضا الحفاظ على الجبهة الداخلية وأمن الجبهة الداخلية أمر للغاية مهم. أرى هنا وجوها مشرقة، شباب درسوا وشباب أخذوا على عاتقهم أن يصيروا رجالا ومقدرات لهذا الوطن وأن يحافظوا على أمنه. أرى كذلك وجوها ربما أكثر إشراقا، هم أهالي هؤلاء الطلاب، والحقيقة أمر يعني مفرح، لأنه اليوم هو يوم سعادة ويوم إشراق. أنت الأول هنا على كلية شرطة؟ لا أتعرف بيك لو ملازم تحت الاختبار احمد جهاد الشربيني لواء كليه الشرطه. يا اهلا بيك والف الف مبروك، وزي ما كنا بنقول وجوه مشرقه، احمد الملازم احمد وعائلته كمان، اتشرف بيكم. لواء جهاد الشربيني والد احمد. حضرتك غاده المناوي في المصريه للاتصالات، محاسبه في المصريه للاتصالات. يا اهلا وسهلا بحضراتكم، الف مبروك لاحمد، ودي حاجه يعني مشرفه، اجتهد وصولك لفكرة أن تكون الأول وأحد المكرمين بقى النهاردة. عملت إيه خلال السنوات اللي فاتت؟ الحقيقة يا فندم أنا شايف أن مفتاح النجاح هو الانضباط. من خلال الانضباط ممكن توفق بين المجال التدريبي والدراسي. طبعا الكلية علمتنا حاجات كتير زي الصبر، التعاون، ضبط النفس، بس الانضباط طبعا هو مفتاح النجاح. الانضباط حضرتك لواء داخلية برضو، ربيت أحمد بقى يعني إزاي؟ هو أنت أعددته الأول قبل ما يجي هنا؟ أحمد كان حلم حياته أن يبقى يلتحق بالشرطة، الحمد لله ربنا كرمه والتحق، والحمد لله تفوق في اللي هو حلم بيه وحققه. أحمد منضبط طول عمره ومتفوق طول عمره، والنتيجة حصلت السنة دي إن شاء الله وأول على دفعته. ألف مبروك. حضرتك شعورك النهاردة؟ أنا عارف الشعور، لكن وصفك ليه؟ الحمد لله فخورة جدا بيه، ربنا يوفقه ويحفظه هو وكل يعني كل الدفعة يا رب إن شاء الله، ربنا يحفظهم جميعا. وفخورة طبعا بتكريم السيد الرئيس، دي حاجة يعني فخر لأي حد الحمد لله. أعتقد أنه حاجة مهمة قوي أن يكون هناك تكريم، أن يكون هناك فكرة لأن نقول هؤلاء هم شباب مصر. أمنيتك إيه وإنت اليوم بتتخرج وبتستلم عملك في الشرطة والداخلية المصرية؟ أنا طبعا فخور جدا أن أنا في اللي وصلت له، تكريم السيد رئيس الجمهورية شرف وفخر لأي حد، وطبعا ده مش تكريم ليا لوحدي، ده تكريم ليا والأسرتي اللي تابوا معايا وطول الأربع سنين لحد إن شاء الله وصلت اللي فيه، ودي البداية طبعا، وإن شاء الله في المجال العملي نقدر نثبت كفاءتنا، وبنوعد الشعب المصري كله، وبنوعد سيادة الرئيس إن شاء الله نبدل المسؤولية ونحافظ على أمن واستقرار. هذا وعد احنا بننتظره منكم جميعا، يعني الدفعات اللي قبليكم تنضموا كلكم لرصيد الوطن. الف مبروك وشكرا جزيلا ليك، والف مبروك للملازم احمد، تحياتي.
يعني نحن معكم على الهواء زي ما كنت بقول، هناك صورة مشرقة وهناك يعني صورة مشرفة لأبناء هذا الوطن، هو رصيد بيضاف إلى هذا الوطن وكم من أرصدة، وإحنا بنحرص على أن نرصد هذا الحدث ونرصد هذه الوجوه وهذا الرصيد. يمكن ريهام ستضيف أيضا رصيدا جديدا معها برضو عائلة أخرى. تفضلي ريهام. شكرا يا ترك، ولسه طبعا مع حضراتكم مستمرين في هذه التغطية الحية على الهواء مباشرة للحفل الخاص بتخريج صفوة شباب هذا الوطن من كلية الشرطة، من هنا من أكاديمية الشرطة. طبعا بنحيي حضراتكم وبنقدم طبعا كل التهنئة لأولياء الأمور اللي فعلا هم شاركوا بتعبهم وبمجهودهم الذهني مع أبنائهم علشان يقدروا ان هم يوصلوا مسيرة العمل الوطني. طبعا أنا برحب بيكم، معنا الطالب أحمد حمدي أهلا بيك، ومعنا طبعا السيدة أمل والدته، ومعنا الأستاذ يوسف أحمد حمدي، أستاذ أحمد حمدي طبعا والد يوسف. في البداية طبعا ألف مبروك، وعايزة أبدأ طبعا مع الطالب يوسف أنه أكيد بعد سنوات طويلة من الدراسة ومن الاجتهاد كان هدفك يعني أكبر من كده بكتير، أنه كلية الشرطة مش مجرد كلية عادية، هي ليها رسالة مهمة جدا هتساهم في مسيرة العمل الوطني، يبقى ليك دور مهم جدا في أنك تحافظ على أمن واستقرار مصر. عايزة أعرف انت كنت بتفكر ازاي لما دخلت كلية الشرطة وحطيتها هدف قدامك علشان تقدر ان انت تدخلها؟ اكيد ده حلم وهدف اي حد ان هو يبقى موجود في الصرح العظيم ده، وزي ما حضرتك قلتي دي رسالة وعقيدة احنا بنؤمن بيها هنا، واي حد يتمنى ان هو يلتحق بكلية الشرطة طبعا، لان ده عمل عظيم لاي حد طبعا. بعد سنوات كتيرة من الدراسة والاجتهاد حطت قدامك الهدف ايه؟ ان انت هتقدم ايه لمصر، وخصوصا ان الفترة دي فترة صعبة جدا. طبعا انت شايف التحديات اللي موجودة، والتحديات دي موجودة في كل دول العالم، ومصر الحمد لله آمنة ومستقرة، ولكن هيبقى ليك دور كبير جدا في الحفاظ على امن واستقرار الوطن خلال الفترة اللي جاية في عملك ان شاء الله. اكيد زي ما قلت لحضرتك دي رسالة احنا مؤمنين بيها وعقيدة بالنسبة لنا، فاحنا طبعا هنا بنتدرب بالنسبة للكلية يعني ان احنا قدام اي تحدي بامر الله يعني احنا مش هنقف قدام اي تحدي يعني. طيب طبعا حضرتك ليكي دور كبير جدا في انه شجعتي يوسف على انه هو يلتحق بكلية الشرطة، عايزة اعرف ازاي قدرتي ان انت تشجعيه، وازاي كان بينظم وقته علشان يقدر ان هو يبقى متفوق على مدار سنين الدراسة، والهدف اللي دايما حضرتك كنت شايفة انه هو هيقدر ان هو يحققه وهينجح فيه. هو يوسف أصغر أبنائي، بس هو من يومه وهو شخصية قيادية، وحلمه أنه يبقى ضابط، لعبه وجده كله أنه يبقى ضابط، والحمد لله سعى واجتهد وربنا سبحانه وتعالى أكرمه بأنه دخل كلية الشرطة وحقق حلمه، وكلل حلمه ده بأنه هو تفوق فيها لأنه دخل حاجة هو بيتمناها وبيحبها، والحمد لله ربنا كرم يعني، الحمد لله والشكر لله، وهو ده كان حلمي طبعا، وتكريمه النهاردة هو تكريم ليا. اللي حضرتك ذكرتيه مسألة التكريم النهاردة، هو مش مجرد تخريج يعني دفعة عادية، ولكن هو تكريم. لما حضرتك يا أستاذ أحمد بتشوف النهاردة يوسف وهو بيتخرج من كلية الشرطة اللي هو حلمك وحلم طبعا والدته وحلم يوسف نفسه طبعا بالضبط، عايز أعرف أنت إن شاء الله بتتوقع منه أن هو يقدم إيه لمصر خلال الفترة اللي جاية؟ دوره مهم جدا لأنه هو المسؤول عن الأمن والأمان والاستقرار وتقديم الخدمات الجماهيرية كمان للمواطنين. فعلا هو الحمد لله هو يوسف مسؤول مسؤولية كاملة من أيام ما كان في ثانوية عامة، وهو دايما يعني إيه ما بيحبش الظلم، دي نمرة واحد، ويسعى ودايما متفوق في دراسته، فالحمد لله ربنا حقق حلمه انه يخش كلية الشرطة، كان نفسه من عين يخش كلية الشرطة والحمد لله. هو كان حلمه في الأول. والحمد لله ربنا كرمه ودخل كلية الشرطة وتفوق طلع التاني، ودي أحسن حاجة فيه، الحاجة اللي بيحبها ربنا اداها له وناولها له. أنا بشكركم بشكر حضرتك، وأنا طبعا يعني مقدرة جدا دموع حضرتك لأن دي دموع غالية جدا، سنوات كتير أنت مستني أنك تشوف اللحظة دي،
دموع الفرح طبعا أجمل دموع، وربنا إن شاء الله يكرمك فيه ويفرحك بيه دايما. وألف ألف مبروك يا يوسف، وألف مبروك لحضرتك، وألف مبروك لحضرتك، وإن شاء الله اللي جاي كمان يكون ليه دور أهم كبير في خدمة مصر والحفاظ على أمن وأمان مصر. بشكركم. لسه مع حضراتكم مستمرين طبعا في رصد فرحة أولياء الأمور. دلوقتي احنا شفنا الحقيقة مشهد عن الدموع الغالية لوالد أحد طلبة كلية الشرطة، هو في المركز الثاني أو طلع الثاني بعد سنوات كتير من الدراسة والاجتهاد والمثابرة علشان يحقق حلمه في النهاية، وأن هو يشارك رجال الشرطة البواسل في رسالتهم والعقيدة الأمنية اللي بتعتمد في الأساس على كل وأسمى معاني الوطنية للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار مصرنا الحبيبة، وأمن واستقرار هذا الوطن، وتأمين الجبهة الداخلية لمصر طبعا، إلى جانب يعني رجال القوات المسلحة البواسل ودورهم في تأمين مصر، وذلك في طبعا على الحدود، والقيام بكل ما يتعلق بتحقيق الخدمات الجماهيرية أيضا إلى المواطنين المصريين من خلال تسهيل كل هذه الخدمات. وده الحقيقة تحديدا الوزارة الداخلية دايما حريصة في منظومة العمل الأمني إن هي توفره، لأنها إلى جانب الخدمات الأمنية التي تقوم بها أيضا هناك خدمات جماهيرية حريصة على أن تقوم بها، وخدمات مجتمعية. الدور المجتمعي لوزارة الداخلية أيضا دور مهم جدا، وكلنا بنلاحظه الحقيقة في الكثير من القطاعات. لقاءاتنا لسه مستمرة، وبنتقل مرة تانية إلى زميلي ترك، وأيضا أحد الخريجين من كلية الشرطة. إليك ترك، تفضل. إحدى الخريجات بقى، لكن عندنا تجربة لطيفة وتجربة تم تطبيقها منذ عام واحد فقط، هنتعرف عليها، لأننا لا نرصد فقط الفرحة لكن نرصد التجارب. ويمكن الشيء الأكثر ظهورا خلال السنوات الماضية وكلنا لمسناه في كل مكان في الخدمات الشرطية وفي شوارع مصر، هو مدى التطوير الذي لحق بالخدمات المقدمة إلى المواطن المصري في كل القطاعات، سواء داخل الشارع أو في كل المؤسسات التابعة للشرطة بشكل أو بآخر لوزارة الداخلية، والتعامل مع المواطن. وده بيصب في صالح الأمن أولا، وفي صالح تقديم الخدمات، وهو أمرين مهمين جدا للعمل الشرطي. معايا الملازم اول ساميه محمد شمس، صح؟ ملازم تحت الاختبار ساميه محمد شمس. ملازم تحت الاختبار. انا ليه قلت اول؟ لانه انت التجربه الجديده اللي انا كنت بتكلم عنها، انت مخلصه حقوق، طلعتي الاولى، وبعدين جيتي درستي في اكاديميه الشرطه بقى سنتين، مظبوط؟ احكي لي عملتي ايه؟ مبروك الاول. الله يبارك في حضرتك. انا تقديري في حقوق امتياز مع مرتبه الشرف، ما شاء الله. بعد ما خلصت حقوق جامعه ايه؟ جامعه طنطا. تمام. بعد ما خلصت حقوق طنطا قدمت في اكاديميه الشرطه. بعد ما خلصتي الاربع سنين خدت ليسانس حقوق؟ الاربع سنين عادي خالص. بعد ما خلصت ليسانس جيت قدمت في اكاديميه الشرطه. انا كنت فاهم في الاول انه احنا ضباط متخصصين. لا، مش ضباط متخصصين، ده التحاق بالعمل الشرطي كانك خريج شرطه. ايوه. لا، احنا بنختلف عن الضابطات المتخصصين ان احنا مجال العمل بتاعنا عمل امني، يعني انا زي الضابط في الضابط او العام القسم العام، يعني انا ما بتخصصش في مجال معين، لا انا ضابط شامل في كل المجالات. خدتي سنتين، درستي سنتين هنا في اكاديميه شرطه، واليوم هو تخرجك. السنتين دول بيعادلوا ماجستير؟ اخدت ماجستير من جامعه عين شمس في القانون الخاص. درست هنا الماجستير، دبلومه في السنه الاولى ودبلومه في السنه الثانيه بما يعادل الماجستير في القانون الخاص. ما شاء الله. ايه اللي خلاكي يعني بعد خلاص حقوق تفكري انك تبقي ضابطه؟ انا اخويا الكبير سبق يعني والتحق باكاديميه الشرطه، كان دايما بيحكي لي عنها وعن مواقفه وعن تجاربه، فده كان حافز كبير ليا. واخويا الصغير برضو التحق قبلي، فزود الحافز عندي ان انا التحق بالاكاديميه. كل العيله شرطه؟ اخواتي الاثنين وانا. ما شاء الله. حضرتك حبيت توجه ابنائك؟ اتعرف بحضرتك استاذ محمد شمس الاول. مستشار قانوني محمد شمس، يعني شغال في القانون، وبالتالي الابناء قانونيين كلهم. ابناء قانونيين الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك في معاليك. طب الولاد ومشيناهم في الطريق ده، فكره ان تلتحق الابنه بقى بهيئه الشرطه، هي فعلا كان اخوها الكبير حافز، ثم اخوها اللي بعديه برضه حافز لها،
فهي فعلا حبت المجال وحبت كلية الشرطة، ثم إنها كانت متفوقة جدا من صغرها، طبعا حاصلة على الحقوق زي ما قالت لحضرتك بامتياز مع مرتبة الشرف. طبعا لياقتها وحبها للكلية وتقديرها برضو في الجامعة ساعدها كتير في إنها تلتحق بكلية الشرطة، ودي برضو أحب أسجل إن فيه نزاهة فعلا يعني وفيه شفافية في الاختيار بصراحة، إن التلات أولاد ولادي ولله الحمد ما حدش دخل لهم في حاجة، فدي فعلا بسجلها من مع حضرتك إن فيه فعلا نزاهة وفيه شفافية في الاختيار. ده أمر مهم جدا أنا أسمعه وفي يوم زي هذا والناس كلية الشرطة، فأنا برضو لازم أعقب وأقول هذا الكلام لأن أنا فعلا ما شفتش إلا كده، هم تفوقهم حبهم للمجال ده اللي وداهم لكلية الشرطة بصراحة. يعني الأولاني كان ابن الأولاني يوسف يعني حول من هندسة للشرطة، حول من هندسة للشرطة ما شاء الله، سامية امتياز مع مرتبة الشرف في كلية الحقوق. الله يولادك يفرحهم ما شاء الله ما شاء الله. طيب عايز أبارك لحضرتك كمان وأتشرف بيك. الله يبارك فيك والحمد لله، يعني فرحة ما تتوصفش. الحمد لله فرحة كبيرة والثلاثة يشرفوا بسم الله ما شاء الله، والرابعة جاية في السك. ربنا الرابعة ايه؟ جاية في السك شرطة برضو ولا ايه؟ ان شاء الله. لا واحنا هنسيبها قد ايه؟ تانية حقوق يعني حقوق برضو. طيب عارفين الطريق، ألف مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقة يعني زي ما كنت بقول ليس رصدا للفرحة فقط، لكن رصد لتجارب الناس ورصد لأن يحقق الإنسان هدفه. يعني إذا كان في رسالة فهي أنه عندنا رسالة في خدمة الوطن، في أن يكون عندي هدف وأسعى لتحقيقه. أسرة مصرية عندهم بنت التحقت بهيئة الشرطة، الملازم تحت الاختبار سامية محمد شمس، بحييها وبحيي كل شخص قدر يحقق حلمه، وده بيعطي أمل كبير للكثيرين كي تفضل يحققوا الحقيقة أحلامهم بشكل كبير. ريهام عندنا نماذج أخرى، لكن عندنا كمان كلام يتقال في مثل هذا اليوم، يوم مشرق شمس طالعة، بس هو مشرق شمسا ومشرق روحا كمان. دايما اليوم ده الحقيقة يا ترك مصر كلها بتحتفل فيه مع أولياء الأمور ومع أبطالنا إن شاء الله القادمين من رجال الشرطة اللي هيكون ليهم دور مهم جدا في مسيرة العمل الوطني. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن أكاديمية الشرطة بنتكلم كمان على إزاي قدرت أكاديمية الشرطة إن هي بتعتمد على أحدث الأساليب العلمية والعصرية في تأهيل الكوادر المهنية والأمنية اللي تقدر ان هي تواجه كل التحديات اللي بتواجه العالم، بل وفي مصر بالتأكيد ايضا بتنعكس كل هذه التحديات. الحقيقة انه دقائق وفي انتظار ان شاء الله بدء هذا الحدث والفعاليات المهمة. نحن معكم على الهواء. بنرحب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين في هذه التغطية الحية لهذا اليوم المهم جدا في تاريخ مصر، واليوم المهم والعظيم جدا بالنسبة لينا كمصريين، وإحنا بنحتفل مع كل أولياء الأمور اللي موجودين في تخريج دفعة جديدة من صفوة شباب هذا الوطن ومن كلية الشرطة، من هنا من أكاديمية الشرطة، في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر هذا الحفل من أكاديمية الشرطة. وإحنا الحقيقة بنتكلم يعني في النقطة تحديدا الخاصة بإعداد الكوادر الأمنية القادرة على مواجهة كل التحديات اللي موجودة الآن مع التطورات اللي بتحدث على مستوى العالم وبتنعكس أيضا هنا في مصر حتى في مستوى الجريمة، وبالتالي مسألة تأهيل الكوادر الأمنية بأعلى مستويات التدريب ووفقا لأحدث الآليات، هذا ما تعتمد عليه الاستراتيجية الأمنية بشكل كبير للغاية. مسألة التدريب ومسألة التأهيل هذا هو العنصر الأساسي بالنسبة للعنصر البشري أو منظومة الموارد البشرية اللي بتعتبر أحد أبرز أهم طبعا الاستراتيجية، مفردات الاستراتيجية الأمنية، إلى جانب طبعا مفهوم الأمن الشامل الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في سياستها الأمنية. الحقيقة أنه يوم مهم زي ما بتقولي. أحب ألفت بس لحاجة صغيرة، أن هناك علم في الموضوع، المسألة ليست فقط إضافات أمنية، لكن هناك علوم قانونية وعلوم من كافة المجالات المرتبطة
بتحقيق الأمن وتحقيق المنظومة، لكن أكاديمية شرطة تتحول إلى صرح علمي مهم بيعطي شهادة وليسانس وشهادات ما بعد التعليم الجامعي. أيضا نتحدث هنا ليس فقط عن صرح أمني لكن عن صرح علمي بمعنى الكلمة. معنا عائلة أخرى، معنا طالب آخر، تفضلي يا رهيم، ده دورك، تفضلي. تفضلي يعني طبعا برحب بيك والف مبروك، والف مبروك لحضراتكم. النهارده فرحه كبيره جدا طبعا انك بتشوفوا ابنكم في يوم مهم، وخصوصا في كليه الشرطه اللي دوره الحقيقه هيكون مهم جدا خلال السنوات اللي جايه. في البدايه طبعا تعرف نفسك للساده المشاهدين. محمد طارق، انا حاصل على لسانس حقوق والتحقت بالكليه بعد لسانس الحقوق. قعدت سنتين في الكليه دلوقتي وحصلت على دبلومه علوم الشرطه، ده غير طبعا ان الكليه وفرت لنا ماجستير من جامعه عين شمس، ده غير طبعا الكورسات ويعني التدريبات عموما. يعني في اجمالا كانت سنتين لحد استفدت بيهم جدا. يعني عايزك تكلمني اكتر على مساله التاهيل والتدريب، ازاي بيتم خصوصا انك التحقت بعد كليه الحقوق هنا في اكاديميه الشرطه في كليه الشرطه. الالتحاق بعد الجامعه صعب شويه عشان يكون حد برضو كبير وشفت الدنيا بره، بس يعني هم بسم الله ما شاء الله الكليه قادره ان هي ازاي تخلي الواحد قادر ان هو يتاهل وقادر ازاي يخش في اطار انضباطي وازاي يكون حد فعال، ويعني الواحد ما حسش بقيمه ده غير دلوقتي، والحمد لله ان هو دلوقتي ان الاول على صنص حقوق ده بفضل التدريب وبفضل تقسيم الوقت وبفضل الانضباط اللي هم علمونه. والماجستير والدكتوراه؟ حصلت على الماجستير خلاص من جامعه عين شمس، وان شاء الله الدكتوراه في القريب يعني ان شاء الله. عايز اعرف ازاي شجعتوه ان هو يقدر ان هو يحقق النجاح ده، ومش بس ان هو يعني يستمر في كليته ويتخرج من كليته وخلاص، لا ان هو حاطط هدف قدامه ان هو يبقى في كليه الشرطه. هو الحقيقه بعد ما خلص لسانس حقوق كانت امنيه حياته ان هو يدخل الكليه، والحمد لله ان هو يعني اسعده الحظ ان هو بقى موجود هنا، والحمد لله هو متفوق وهو النهارده الاول على دفعته وهو حابب ده، يعني هو كان هدف في حياته وبفضل من ربنا الحمد لله ان هو كملهم. حضرتك اكيد عارف طبعا انه دلوقتي في تحديات موجوده في العالم كله وبتنعكس على كل دول المنطقه، ولكن مصر الحمد لله بتنعم بالامن والامان، هي رمانه الميزان في المنطقه وكلها امن وامان الحمد لله. طبعا الدور الملقى على عاتق الخريجين من كليه الشرطه حتى كمان لو هم في كليه تانية وبينضموا لكليه الشرطه دور وطني كبير جدا، ايه اللي بتتوقعه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه؟ يعني هو ان شاء الله كده يعني هو مؤهل اساسا لان هو حابب هذا المجال وحابب انه يخدم من خلاله وطنه، فان شاء الله هو اجتهد والحمد لله طلع من الاوائل اهوت بفضل الله، وربنا يوفقه ان شاء الله ويبقى ليه دور فعال في الوطن وفي حمايه الوطن وحمايه الناس كلها كلمة. ان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في دورات تدريبية تانية، هيكون في تأهيل ازاي، لانه طبعا معروف ان وزارة الداخلية بتعتمد في اعداد الكوادر الامنية حتى اللي مش يعني انت متخرج من كلية الحقوق مظبوط لسانس حقوق وبعدين التحقت بكلية الشرطة بالظبط، ولكن برضو في دايما اعداد لكل الكوادر الامنية اللي موجودة. عايز اعرف احدث الاساليب اللي بيتم من خلالها تدريبكم وتأهيلكم علشان بعد كده تقدر ان انت تدخل في العمل الميداني والتعامل كمان مع المواطنين. احنا اولا بنتعرض لضغوط نفسية جديدة، ازاي ان احنا نعرف نتعامل مع المواطنين تحت ضغوط، وده بنتعلمه في الكلية ده اولا. ثانيا بره مجرد ما بنتخرج بيبتدي في فرق تأهيلية وكورسات تدريبية ان احنا ازاي نتعامل مع الجمهور وازاي نقدر نتعامل يعني مع الناس وازاي نقدر ندير الازمات، عشان احنا يعني الفترة اللي فاتت كلها ازمات وكوارث يعتبر في الفترة دي، بس الحمد لله مصر قدرت تعديها وقدرت بفضل الكوادر اللي فيها قدرت تعدي المرحلة دي، وان شاء الله اي حاجة جاية نقدر نعديها بفضل الادارة الشاطرة والكوادر اللي عندنا. طبعا ألف مبروك على الماجستير وإن شاء الله عقبال الدكتوراه بإذن الله، وألف مبروك لحضراتكم وإن شاء الله يكون مستقبل زي ما أنتم بتحلموا بيه ويكون ليه دور كبير جدا في خدمة الوطن. شكرا ليكم.
ولسه مع حضراتكم مشاهدينا مستمرين في تغطية الحية لهذا اليوم الخاص جدا لمصر واللي بنحتفل فيه جميعا بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لكي يكون ليهم دور كبير في مسيرة العمل الوطني، وذلك من خلال طبعا تحقيق أهداف السياسة الأمنية الخاصة بوزارة الداخلية وتحقيق مفهوم الأمن الشامل، تطوير البنية التحتية، تطوير المنشآت الشرطية. وبنرجع مرة تانية لأهم المفردات أو أهم العناصر الخاصة بتطوير الاستراتيجية الأمنية، وهو العنصر البشري والعمل على زيادة التدريب وكذلك أيضا إعداد الكوادر الأمنية بما ينبغي أن يكون للتعامل مع كل التحديات الموجودة في المجتمع، وكذلك أيضا مع التطور الحادث في الجريمة. هناك أيضا تطور في كل الأساليب التي يتم بها إعداد الكوادر الأمنية. الحقيقة أيضا من الأمور اللافتة هنا يمكن وجود بعض أهالي الشهداء، وهذا تقليد بيحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهالي الشهداء، وقد بدأ حرس الشرف الآن، بدأت الفعاليات للإعداد لهذا العرض والحفل المهم الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله بعد قليل. من ضمن ما أريد أن أتحدث عنه كمان كفاءة العرض هنا في أرض العرض بأكاديمية الشرطة، بيكون في عروض للغاية متميزة وبيدل على الإعداد البدني الجيد والإعداد، هنشوف كمان الإعداد العقلي والفكري إضافة إلى الإعداد العلمي، لأن هناك الحقيقة المنظومة الأمنية لها محاور كثيرة. يمكن كان في واحدة من الأهالي ماسكة صورة شهيد، وهذا أمر الحقيقة احنا لابد أن نلفت إليه وأن نحييه، وأن نحيي كل شهداء الوطن وكل المخلصين لهذا الوطن، ليس في هيئة الشرطة فقط لكن في كل المجالات، كل من بذل جهدا وكل من بذل عرقا وكل من بذل دما وإخلاصا حقيقيا لهذا الوطن احنا بنحييه. هو يوم من أيام مصر، اللي بيحصل النهاردة هو إضافة لرصيد مصر في أحد القطاعات، وهناك قطاعات كثيرة ليس فقط القوات المسلحة والشرطة، لكن أتحدث عن قطاعات الصناعة والزراعة وكل القطاعات التي تسهم في بناء هذا الوطن. تحية لكل مواطن مصري حرص على أن يبذل جهدا وأن يعلي من راية هذا الوطن. المواطن المصري ليه دور كبير جدا يا ترك أيضا في أيضا مساندة الشرطة المصرية ووزارة الداخلية والقوات المسلحة المصرية، بل وكل مؤسسات الدولة للحفاظ على كل ما تحقق من نهضة تنموية وللحفاظ أيضا على مكتسبات ومقدرات هذا الوطن. بنرصد لحضراتكم طبعا يعني هذا المشهد المبهج اللي بنشوفه مع أولياء الأمور، وذلك بفرحتهم بأبنائهم الذين ثابروا واجتهدوا على مدار سنوات الدراسة أملا إن شاء الله في أن يلتحقوا بالعمل الوطني وأن يكون لهم دور حقيقي في أمن واستقرار مصرنا الحبيبة وتحقيق كل ما يتعلق بتأمين الجبهة الداخلية وأيضا تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة للمواطن المصري. بالتأكيد مشاهدينا، ونحن نتحدث عن الاستراتيجية الأمنية والسياسة الأمنية لوزارة الداخلية، لابد أيضا أن نؤكد على مدى التطور الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية، وذلك في الرد على الشائعات وأيضا حملات تزييف الحقائق التي تحدث، وكيف استطاعت دائما وزارة الداخلية أن تعتمد على أحدث الأساليب في الرد على هذه الشائعات، بل وأيضا تقديم الضربات الاستباقية لكل ما يتعلق بالجريمة من خلال قطاعات الأمن والمعلومات التي تمنع وقوع الجريمة قبل أن تحدث أيضا، وكذلك أيضا لها دور كبير في دحض أي محاولات لزيادة هذه معدلات الجريمة وأيضا إلى عودة وإحياء التنظيمات الإرهابية أو العناصر الإجرامية، بل هي تقوم بدحضها وأيضا القضاء عليها في مهدها قبل أن تحدث
تحدث، وهذا هو ما يتعلق بالعمليات الاستباقية، تثبيت دعائم الأمن الوقائي والعمل على تطوير النظم التأمينية وأساليب الحماية أيضا من أهم عناصر السياسة الأمنية لوزارة الداخلية، والتي سوف يعتمد عليها أيضا كل هؤلاء الخريجين في أثناء قيامهم بالعمل الميداني وممارسة العمل الأمني، وذلك كما ينبغي أن يكون. إذن مشاهدين، أكاديمية الشرطة بتعمل بالفعل على تأهيل هذه الكوادر الأمنية مثل ما ذكرت ترك، وذلك على كل الأصعدة، مهارات فنية، قدرات أيضا تعليمية، وكذلك أيضا اللياقة البدنية، يعني كل المجالات بيتم تأهيل هذه الكوادر الأمنية لكي تكون على أعلى مستوى وقادرة على أن تقوم بدورها في حماية هذا الوطن، وذلك كما ينبغي أن يكون. وخليني أقول لحضراتكم حاجة مشاهدينا الكرام، يمكن أصبحنا كلنا متابعين لما يحدث في هذا العالم، ونتابع على مدى الأيام الماضية والأشهر الماضية بل وخلال السنة التي انقضت دي، تبعنا تطورات أمنية إقليمية شديدة الصعوبة. الجبهة الخارجية والجبهة الداخلية للدول مرتبطتان بشكل كبير. الحفاظ على أمن الأوطان، احنا بنحمد ربنا النهاردة أننا نستطيع أن نحافظ على قوام هذا الوطن، على قوة هذا الوطن، على متانته، على تماسكه، على تماسك شعبه. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في غير مرة إن لا أقلق عليكم ما دمنا جميعا متحدين، وأشار بيده، يعني لو حضرتكم فاكرين هذا المشهد وهذا الموقف أكثر من مرة، تماسك الجبهة الداخلية، تماسك المواطن المصري، هذا الانسجام وهذا التناغم ليس فقط بين المواطنين لكن أيضا بينه وبين أجهزته وبينه وبين الدولة، رغم صعوبة الظروف وصعوبة الظروف الاقتصادية، ولا يخفى على أحد أن هناك ظروفا للغاية هي صعبة كلنا سواء فيها، لكن على الأقل هناك جبهة متماسكة للغاية. والباحث عن المشهد سيجد أنه في دول حولنا يواجهون صعوبات أمنية شديدة، والأيام اللي فاتت أثبتت أنه المسألة مش هزار ومش بسيطة، وتحتاج إلى كثير من الانتباه وكثير من الحكمة، وهناك حكمة كثيرة لدى القيادة السياسية ولدى الدولة المصرية، أيضا لدى المواطن المصري الذي يعرف قيمة بلده رغم الظروف التي يعني تحيط، لكن الحمد لله أن لدينا أمنا ولدينا أمانا ولدينا قدرة على هذا التماسك، ولدينا حلم نحلم به لبكرة ولولادنا، لكن علينا أن نحسن هذه الأوضاع ونحسن هذه الصورة وأن نحسن ونحسن تربية الأبناء وإعدادهم للأيام المقبلة التي ربما لن تكون سهلة، لكنها يعني فيها تحديات كثيرة وتحتاج إلى كثير من الوعي وكثير من الجهد وكثير من الفهم وكثير من الإدراك. وهذا اللي بيحدث النهاردة الذي نحن بصدده هو جزء من هذا الإعداد لهذا الوطن، وعلينا أن نعد العدة في كل المجالات وكل القطاعات على سواء لمجابهة الصعوبات الموجودة واللي ممكن تيجي، واللي ولادنا يعني هيقابلوها، وإن شاء الله الأحلام تكون أكثر. خليني أكمل كمان يا محمد على كلامك، أنه فعلا التحديات اللي احنا بنمر بها حاليا هي تحديات الحقيقة متصاعدة بشكل كبير جدا، تطورات موجودة في كل العالم مش بس في المنطقة، وبالتالي بتلقي بظلالها على كل دول العالم وعلى كل دول المنطقة بشكل كبير جدا وعلى اقتصاديتها، ولكن بتظل مصر دائما هي بلد الأمن والأمان والاستقرار وواحة الأمان في المنطقة، وليس ذلك فقط بل بقيادة سياسية حكيمة ذات رؤية شاملة استطاعت مصر أن تحقق هذا الأمن والأمان والاستقرار الذي يعتبر هو اللبنة الأساسية لتحقيق أي نهضة تنموية، فأصبح هناك هذا التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار بالإضافة أيضا إلى تحقيق نهضة تنموية غير مسبوقة، المشروعات القومية الموجودة وذلك على اختلاف تنوعها وفي كل ربوع الجمهورية استطاعت بالفعل أن تحقق هذا الهدف التنموي في كل أنحاء مصر، وذلك من أجل أن يؤسس إلى الجمهورية الجديدة التي تستطيع بالفعل أن تقف وأن تتبوأ مكانتها المستحقة بين الأمم، وذلك
بالتأكيد مع أن مصر هي دائما واحة الأمن والأمان، وستظل دائما مصر قوية وصلبة أمام العالم أجمع، ودائما ما يقدم العالم كل التقدير وكل الاحترام لكل المجهودات التي تقوم بها مصر في المنطقة من أجل إرساء عملية السلام وتحقيق السلام بالكامل، لأن مصر بالفعل هي مركز الثقل في المنطقة ومركز الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة بالكامل. نعود إلى رصد المشهد هنا، وهناك الكثير الحقيقة من التفاؤل والكثير من الفرحة والكثير من الوجوه المشرقة، ويمكن يعني احنا منقسمين هنا إلى ثلاث مقصورات كبيرة. أتحدث عن أهالي الطلاب أو أهالي الخريجين النهاردة والملتحقين بالعمل بسلك الشرطة، يمكن زغاريد دلوقتي في المقصورة اليسرى، لكن الزغاريد منذ قليل كانت تملأ المكان. يمكن حضراتكم سمعتوها معانا، هناك فرحة، وهذا طبيعي أن يكون يوم جني الثمار هو يوم فرحة، ويوم فرحة كبيرة زي ما كمان بنتذكر شهدائنا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. نحمل شهدائنا فوق الرؤوس وعلى الصدور، صورهم وذكراهم لا تفارقنا، فتحية إليهم في كل يوم من أيام هذا الوطن. كل التحية وكل التقدير لأرواح شهدائنا الأبرار، وذلك من قوات ورجال الشرطة البواسل، وكذلك أيضا من القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. وكل التحية والتقدير أيضا للمصابين، وذلك الذين قدموا دورا هاما من أجل الحفاظ أيضا على مقدرات ومكتسبات هذا الوطن، ولكي تظل دائما مصر الحبيبة عزيزة وأبية. ونحن نتحدث مع حضراتكم مشاهدين في هذا اليوم العظيم بالفعل الذي تحتفل فيه مصر بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، لابد أن نشير إلى أهمية هذا الصرح العلمي والأمني العظيم الذي نحدثكم منه أكاديمية الشرطة، التي تعتبر مثلما ذكرنا هي من أهم الأكاديميات على مستوى العالم، هي الأكبر وهي الأقدم وهي الأولى أيضا على المستوى الإقليمي من حيث ريادتها، وذلك تعليميا وتدريبيا وبحثيا. كذلك أيضا بنجد أن أكاديمية الشرطة هناك الكثير من الأكاديميات على مستوى العالم التي دائما ما تحرص على العمل على أن يكون هناك اتفاقات ومذكرات تعاون وتفاهم معها للاستفادة من الخبرات الموجودة فيها، مع تبادل أيضا الخبرات الدولية داخل أكاديمية الشرطة للاستفادة منها. ومن هنا نتحدث عن أحدث الأساليب التكنولوجية والتعليم الإلكتروني الذي اتبعته مؤخرا أيضا أكاديمية الشرطة للعمل على زيادة التعليم الذاتي، وأن يكون هناك مواكبة لكل تقنيات العصر الحديث. إذا مشاهدينا، هناك حرص دائم من قبل وزارة الداخلية على أن يكون هناك تطور في كل الآليات التي تعتمد عليها في استراتيجيتها الأمنية، في تطوير العنصر البشري وكل مفردات منظومة الموارد البشرية بشكل أساسي، وكذلك أيضا التطور الذي يحدث على جميع القطاعات، في قطاعات المرور، في تسهيل كل الخدمات المقدمة أيضا للمواطن المصري، المبادرات المجتمعية مثل مبادرة كلنا واحد ومنظومة أمان التي تعمل على تحقيق يعني كل السلع وتقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. كذلك أيضا لابد أن نشير إلى التطور الذي حدث في المنظومة العقابية لكي تتحول السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، حتى يتم إعداد شخص بعد ذلك منتج ويبدأ في حياة جديدة، وذلك من خلال طبعا قطاع الحماية المجتمعية، وكذلك أيضا قطاع الرعاية اللاحقة الذي يعتمد في الأساس على رعاية الأسر الخاصة بالمفرج عنهم لكي يبدأوا حياة جديدة ويكونوا أيضا أفراد منتجين في هذا المجتمع. إذا وزارة الداخلية لها إلى جانب الدور الأمني الهام جدا في تأمين الجبهة الداخلية للدولة المصرية، أيضا لها أدوار أخرى مجتمعية لا تقل أهمية أبدا عن هذا الدور الأمني، وتعتمد في الأساس على تسهيل كل الإجراءات المقدمة للمواطنين بأحدث الوسائل وبأحدث السبل
التقابل التقنية في مكاتب الجوازات والتراخيص والمرور، وكذلك أيضا إصدار الأوراق الثبوتية وترجمتها إلى اللغات المختلفة، كل ما يتعلق بتقديم الخدمات الخاصة في كل المجالات في كل المجالات. ودي كانت الحقيقة من أبرز اللي ذكرته وزارة الداخلية في بياناتها مؤخرا، أنه أنت لفت الجزء مهم في وحدات الوثائق، مسألة إصدار الجوازات السفر في وحدات متنقلة موجودة في النوادي المختلفة، ده الحقيقة في مختلف أنحاء القاهرة، وهتمتد كمان لمختلف محافظات الجمهورية. وده مقدم الحقيقة في خدمات كثيرة، ليس فقط في مصلحة الجوازات، لكن يمكن في السجل المدني، المرور، في يعني في حاجات كثيرة. لكن انت لفت لفكرة المؤسسة العقبية او الإصلاحية، وهو امر مهم كمان، مبادرة الإفراج عن الغارمين والغارمات، لانه في ناس يعني ليس لهم اصل جنائي في الجانب العقابي، لكن ظروف الحياة، ففكرة انه الإفراج عنهم وفكرة تأدية ما عليهم من ديون امر مهم للغاية. اللي عايز اقوله انه النجاح لا يأتي صدفة، او الحفاظ على المكتسبات لا يأتي صدفة، يعني مش احنا حظنا كويس فهنقدر انه نتجنب الارهاب ونتجنب الجرائم لا، ده نتاج علم ونتاج عمل ونتاج تطبيق ونتاج فهم ونتاج اخلاص ايضا، وده امر للغاية مهم. يمكن لو عدنا بعدد من السنوات كده هنلاقي انه كان في سنوات سميت بسنوات الارهاب، وليس فقط في التسعينات، لكن امتد سنوات الارهاب خلال ما بعد احداث يعني عنف كثيرة، وبعد ثورة 2011 25 يناير وظروف الأمنية وثورة 2013، كان هناك الكثير من الأحداث في تاريخ هذا الوطن الحقيقة، وده كان أمر مهم قوي أن نحافظ على قوة وتماسك وأن نعيد الأمن. هذا لم يأتي صدفة، لكن جه نتيجة حاجات كثير قوي تم إقرارها خلال السنوات اللي فاتت، وتم تطوير منظومة العمل الأمني ومنظومة العمل الشرطي ووعي المواطن. المسألة حقيقي لم تكن صدفة ولم تكن نتاج توفيق فقط، وإن كان توفيق ربنا فوق كل شيء، لكن أيضا هو نتاج دراسة علمية وبحث ويقظة أمنية مستمرة الحياة. ومسألة اليقظة الأمنية دي يا محمد دايما بنؤكد عليها، أعتقد المواطن حاسس بالزبط. بفرق يعني حاليا حاسس بفرق، سواء في الخدمات اللي كنت اتكلمتي عنها او في الجانب الامني او في جانب المرور، اكتر الحاجات اللي بيحتك بيها يمكن عنده مشكله شويه مع الرادار، لكن هو حاسس بالاختلاف في تاديه الخدمه. اعتقد اننا على وشك ان نبدا هذا الحدث المهم، تبقت دقائق. كل تحيه وكل المباركة لخريجي اليوم ولأهلهم، احنا فرحانين مع حضراتكم، فرحانين اكثر لأوطاننا. كل التحية وكل التقدير لرجال الشرطة ولوزارة الداخلية في هذا اليوم العظيم، ودائما تظل مصر عزيزة وأبية بأبنائها الشرفاء.
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عاوز السلام؟ السلام الوطني. سلام فيها. بخطوات جادة وثقة وبهامات بعزة الوطن شامخة، تشاهدون الآن نخبة من أبنائكم. إنهم حرس الشرف من طلبة كلية الشرطة، وهم يغادرون ساحة الاحتفال عقب تأدية مراسم التحية العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. جئنا بعونك رب الناس نحتفل بصفوة من شباب كلهم أمل، فهيئ لمصر أمانا لا يفارقها، وهب جنودك فيها خير ما سألوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يأتي احتفال أكاديمية الشرطة اليوم ترجمة واقعية لجهود صفوة من شباب مصر المخلصين الذين يتأهبون للمساهمة في بسط ظلال الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد. ويزيد من قدر هذا اليوم أن كلله تشريف سيادتكم وسط أبنائك، فمرحبا بكم يا سيادة الرئيس، مجددا لآمال مصر وطموحاتها، رافعا لعلم مصر وقدرها في مشرق الدنيا وغربها. الحفل الكريم، نستهل احتفالنا اليوم بكلمة ترحيب للسيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، في صباح يوم مجيد تشرق شمسه بحب الوطن وتفوح نسماته بأطيب وأزكى مشاعر الولاء والانتماء، وتدق ساعته لتعلن قرب تخريج فتية ذوي أفئدة جسورة وعقول شغوفة بالزود عن أمن الوطن وحفظ مقدراته، رجال أشداء عظمهم عظم الأبطال، لطالما كانت أكاديمية الشرطة نصب أعينهم شرفا عظيما فقدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل فخر وشرف وإباء. وإنه لمن عظيم احتفالنا اليوم تشريف سيادتكم حدثا طال انتظاره، لتشهدوا تتويجا لجهودا مدنية
كان حصادها رجال أحسن أعدادهم وصقلت خضراتهم. فتحية لكم سيادة الرئيس، رمزا مخلصا وزعيما صادقا تدافع عن الحق وتقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم. السيدات والسادة، إن ما تشهدونه اليوم لهو ثمار جهد مضطرد وعمل متواصل مضت فيه الأكاديمية نحو استكمال ما قد بدأته من تطوير وتحديث لمواكبة القفزات السريعة للدولة المصرية، مرتكزة في ذلك على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة. حفلنا الكريم اليوم تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها، حيث يتم تخريج 1193 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات، منهم 48 طالب وافد من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 99.1%، وتخريج 1379 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليصانص في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون، وكذا تخريج عدد 146 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليصانص في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية، جميعهن حصلنا على درجة الماجستير بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذا تخريج 313 طالبا وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، وقد حصلوا جميعا على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث. كما تم تخريج عدد 20 طالبا من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية في إطار المنحة السنوية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنويا. أبنائي الخريجين، ربما لا تسعفني العبارات والكلمات وأنا أقف بينكم اليوم حاملا مشاعر يملأها الفخر والعزة، ومعبرا عن صادق تهنئتي لكم بيوم عيدكم وفرحة تخرجكم، يوم تترسخ فيه القيم ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال. فأوصيكم جميعا بأن تكونوا للوطن درعا وللحق زودا وللعدل سندا وللضعفاء عونا وللآثمين ردعا. فاجعلوا مصر أمانة في أعناقكم وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان والتفاني في حفظ مقدساته. سيادة الرئيس، بأسمى مشاعر الإجلال والتقدير أتقدم لسيادتكم بعظيم آيات الشكر والعرفان لتشريفكم اليوم احتفالنا هذا بتخريج نخبة من رجال مصر. حفظكم الله قائدا وزعيما للبلاد، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية تذكارية. تتمثل الهدية في مجسم لبوابة أكاديمية الشرطة يتقدمها ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتوسطها النصب التذكاري لشهداء الشرطة المصرية تخليداً لذكرهم، وفي قلب الساحة أجنحة النسر رمزاً للأمن الذي يعم ربوع البلاد والاستعداد نحو تحقيقه بالجمهورية الجديدة. نسأل الله تعالى أن يحفظكم يا سيادة الرئيس، ويسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. ضيوفنا الكرام، نفتتح عروضنا اليوم مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس. ينطلق من عمق ساحة العرض كتيبة من طلبة السنة الدراسية الأولى من القسم العام وطلبة الكلية من خريجي كليات الحقوق، يتدفقون كسيل عرم لأقدامهم وأصواتهم وقع متناسق يهز ساحة العرض لتقديم نماذج مما دربوا عليه في خوض غمار الاشتباك ورياضات الدفاع عن النفس.
يؤدي الطلبة إحدى الكاتات القتالية متعددة المهام، حيث يوجهون مجموعة من الصدات والضربات والركلات المحكمة بدقة وتتابع وبشكل منسجم، حيث نرى من خلال العرض كيفية توجيه الطلبة للكمات الهجومية المتتالية. ينتقل الطلبة الآن لأداء بعض التمرينات الرياضية في تشكيلات متناسقة، حيث يشكل الطلبة بأجسادهم ساحة الشعب، ويتوسط التشكيل مفتاح الحياة رمزا لحياة أفضل. ونرى أشعة شمس نابعة من أقواس النصر انطلاقا نحو مستقبل مشرق. يؤدي الطلبة تمرينا يساعد على تقوية عضلات الصدر والذراعين والكتفين. ينتقل الطلبة الآن لتشكيل اسم معهدهم العريق كلية الشرطة، ويتوسطها نسر شعار الكلية مرفرفا جناحيه لنشر العلم. كما يسطر الطلبة بأجسادهم على الشباك في المواجهة الكفاءة البدنية. يؤدي الطلبة تمرين الطعن بالساقين، وهو من التمارين الأساسية لطلبة وطالبات الكلية. يؤدي الطلبة تمرين السكوات مع حمل الزميل. الحفل الكريم يتقدم من أسفل يمين ويسار المنصة مجموعة من طلبة وطالبات الكلية من فريق الدفاع عن النفس صوب المسطح الأخضر في صفوف تجمع طلبة وطالبات الكلية الحاصلين على الأحزمة المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس. ويستعد الطلبة والطالبات لأداء بعض من فنون وحركات رياضات الدفاع عن النفس والتي تم تدريبهم عليها طيلة فترة دراستهم بالكلية. يؤدي الطلبة والطالبات مجموعة من الحركات القتالية الافتراضية والمستوحاة من دمج أساليب قتالية لعدة رياضات، وهي الكاراتيه والبومزا والكونغ فو، والتي تستخدم لاستنزاف قوة الخصم وسرعة رد الفعل عند المواجهة. تجمع تلك التكتيكات التي ترونها بين تقنيات قتالية هجومية ودفاعية، وذلك عن طريق السيطرة على الذات وضبط النفس لتفادي القتال، وذلك عن طريق العقل ولغة الجسد الحازمة. أداء الطالبات لتلك الحركات بمشاركة زملائهم الطلبة يعكس ما وصل إليه من تناغم أثناء التدريب المشترك بالكلية. يجسد الطلبة والطالبات صورة حية لفن استخدام اليد الخالية والقدم في المواجهة. القتال المسلح المتلاحم. سيقدم الطلبة أمامنا الآن عرضا لمهاراتهم الخاصة في التعامل مع خصم مسلح باستخدام اليد الخالية، وكيفية الدفاع ضد السلاح الناري، وتحييد الخطورة البالغة بأقل قدر ممكن من الخسائر. تحييد الخطر وسحب السلاح من الخصم وطرحه أرضا. إلقاء الخصم أرضا مع كسر المعصم والسيطرة على السلاح. استخدام مهارات الأيكيدو وتطويعها بالعمل الأمني وطرح الخصم أرضا. تكتيكات مركبة تبرز بها الطلبة مهاراتهم بتطويع الفنون القتالية بالعمل الأمني.
التخلص من ضربات السلاح الأبيض والدوران لكسر المعصم. تفادي هجوم خصم مسلح بسلاح أبيض والسيطرة عليه باستخدام مهارات الأيكيدو. تفادي الضربات الموجهة باستخدام تكتيكات المصارعة بالرمية العكسية. الحفل الكريم نشاهد من اليسار جهاز ألفا برايم يتقدم مجموعة من الأجهزة الرياضية المختلفة والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 10 أمتار ويتكون من عدة مستويات، وهو وحدة تدريبية متقدمة لتدريب طلبة وطالبات الكلية تحت ضغط الأماكن المرتفعة والممرات الضيقة. ويظهر الطلبة والطالبات على الجهاز أثناء أداء وضع الطيران المؤمن بارتفاعات متصاعدة الصعوبة، مما يتطلب لياقة بدنية عالية وشجاعة وإقدام وكسر لحاجز الخوف. نشاهد على يمين ويسار الجهاز على حوائط التسلق مهارات الطلبة أثناء أداء مهارات التسلق الحر بشكل تتابعي. ويظهر على المستوى الأول من الجهاز الطلبة والطالبات أثناء أداء كاتة قتالية موحدة. وعلى الجهة اليسرى من الجهاز مهارات التسلق باستخدام السلم والنزول السريع والإخلاء بطريقة السلخ. وعلى المستوى الثاني والأكثر ارتفاعا يؤدي الطلبة والطالبات كاتة قتالية أخرى أكثر تقدما من خلال ممرات أقل عرضا وأكثر خطورة، حيث تتطلب قدرا عال من اللياقة والتركيز والدقة. وعلى المستوى الأعلى في الأجهزة المختلفة يمين ويسار جهاز ألفا برايم نشاهد ميدانا معلقا للموانع، يقوم الطلبة بالتسلق أولا للصعود ثم اجتياز الموانع المتدرجة الصعوبة وتنتهي بالنزول من خلال مواسير الإنزال السريع. ومن يمين جهاز ألفا برايم مهارات الإخلاء باستخدام الحبال الهرنس. ونشاهد على المستوى الأعلى والأخير من جهاز ألفا برايم مهارات الطلبة في رياضة الكاليستانكس، والتي تعتمد بالكامل على وزن الجسم وتتطلب مرونة واتزانا وتوافقا عضلي، وذلك بأداء أوضاع أفقية ورأسية ومقاومة الجاذبية، وهي الرياضة الأنسب لتحقيق أقصى أداء بدني بأقل المعدات، والتي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة عقب التخرج. كما يؤدي الطلبة في منتصف الجهاز على جميع المستويات تدريبات الكفاءة البدنية والأحمال، في حين يؤدي الطلبة على المستوى الأول من الأجهزة المختلفة على يمين ويسار جهاز ألفا برايم تمرينات البطن والعقلة والضغط والمتوازي وتدريبات الكفاءة البدنية المتقدمة بطريقة التعلق من خلال الحلقات الدائرية. تتطلب تلك التدريبات قدرا كبيرا من القدرة على التحمل والتركيز، وهي اختبار حقيقي للقوة والمرونة. وتعد تلك الأجهزة وحدات تدريبية لتطبيقات اللياقة والكفاءة البدنية ونقل مستوى التدريب إلى درجات مرتفعة من الصعوبة ورفع كفاءة الاتزان وتفعيل التعلق المؤمن وإظهار المهارة لطلبة وطالبات الكلية. جدير بالذكر أن جهاز ألفا برايم يبلغ طوله 12 مترا بعرض يبلغ 6 أمتار، في حين يصل ارتفاعه 10 أمتار، ومزود بشباك وحلقات معدنية وممرات ضيقة بعرض 60 سنتيمتر، تمكن الطلبة والطالبات من التدريب على القتال الحر وفنون الدفاع عن النفس ومهارات التحرك في الأماكن الضيقة أثناء أداء المهام الأمنية والقتالية، مما يحاكي الواقع العملي بظروفه وملابساته، كما يدعم لدى الطلبة والطالبات مواجهة الارتفاعات الكبيرة أثناء المهام الأمنية المتنوعة. يشار في هذا الصدد إلى أن جميع هذه الأعمال التدريبية مؤمنة بالكامل بأحبال التعلق والحماية.
الحفل الكريم نوجه عناية السادة الحضور الكرام إلى وجود بعض محدثات صوت أثناء العروض القادمة مع عروض ميدان الجبال. في مواجهة المنصة أعلى الأبراج نشاهد موجات النزول بالهرنس بالأوضاع المختلفة كالدودة والفراشة بهدف الوصول إلى المناطق المراد اقتحامها. وعلى البرج الرابع نشاهد موجات النزول السريع بالحبال بطريقة الوثبات في وضع الاقتحام، وهي مهارات تساعد في عمليات الإنقاذ والإخلاء للمصابين. وعلى البرج الثاني والسادس موجات متتابعة ومتتالية من الطالبات والطلبة في النزول السريع بالحبال في وضع الاقتحام. إنها تدريبات تحتاج إلى درجة كبيرة من الشجاعة والإقدام، وتساعد على تطهير الأوكار من أعلى إلى أسفل. كما نشاهد على البرج الرابع مهارات الطلبة في النزول السريع بالحبال بطريقة الوثبات، ونتابع دفعات هبوط الطلبة بحبال الهرنس من المناطق العالية إلى الأهداف الأرضية. كما يظهر الطلبة قدراتهم على البرج الرابع بالنزول السريع بالحبال بمواجهة الأرض، وهو ما يسمى بنزول الاشتباك. الهدف من تدريب الطلبة والطالبات على الحبال هو إبراز كفاءة رجل الشرطة في عمليات الحماية المدنية والإغاثة والإخلاء للجرحى والمصابين واقتحام أوكار الخارجين عن القانون. وعلى البرج الثاني تستعرض طالبات الكلية التشكيلات العنكبوتية بالتوازي والمزامنة مع زملائهم من الطلبة على البرج السادس، والتي تعتمد على الدوران حول محور الجسم أثناء التعلق والنزول بالحبال، وتستخدم في التعامل مع الأهداف من خارج النوافذ ودواخلها، وأيضا تكثيف أعمال الاقتحام وتأمين القوات الأرضية. إنها تدريبات تنمي لدى الطلبة والطالبات الشجاعة والإقدام. الحفل الكريم مع عروض رياضة الباركور. يبدأ العرض ببيان يتسم بالخطورة والقوة. حيث سنشاهد أحد السيارات المسرعة في محاولة لاقتحام أحد التمركزات الأمنية، حيث قام الطالب بالفور بأداء سقطة هوائية عكسية خطرة من أعلى مانع الحائط. مع السقطات الهوائية متدرجة ومتصاعدة الخطورة، نشاهد على المسطح الأخضر مجموعة من الطلبة والطالبات من فريق رياضة الباركور لأداء سقطات هوائية من أعلى أنصال السيوف وأسنة الرماح والسناكي، حيث تتقدمهم طالبات الكلية في موجة ثلاثية توحي بالاستعداد والجاهزية. الموجة الأولى. سقطات أمامية تنم عن مدى اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل في المواقف الأمنية العصية، ويزداد الأمر خطورة بزيادة امتداد المانع. الموجة الثانية. الموجة الثالثة. لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس لا متناهية، وتتعاظم درجة الخطورة. القفز من أعلى 20 طالبا رافعي أنصال السيوف، وعشرين طالبا رافعي الرماح، وعشرين طالبا رافعي السناكي. وتزداد صعوبة الموانع بزيادة امتدادها والمشتعلة ب
بالنيران الهيكلية. أبطال يقهرون كل صعب، هؤلاء هم حماة الشعب. الحفل الكريم، سنشاهد على المسطح الأخضر استعراضا لمهارات الطلبة في قيادة الدراجات رباعية الدفع والقفز بها من أعلى المانع. مع قيام أحد الطلبة من فريق رياضة الباركور بالقفز من أعلى الدراجة أثناء عبورها للمانع. الموجة الأولى. الموجة الثانية. ويزداد الأمر صعوبة، حيث تتقدم إحدى الدراجات رباعية الدفع ومثبت بها مانع اللجات والمشتعل بالنيران الهيكلية، ومفادات الطالبين لها أثناء الحركة. مزيد من التركيز والدقة، حيث نشاهد ثلاث دراجات رباعية متداخلة، وسيقوم أحد الطلبة بأداء سقطة لاجتيازهم بامتداد 6 أمتار. والآن تعرب قدرات الخريجين عن ريادة مستحقة وأداء فني فريد. القفز من أعلى 4 دراجات رباعية متداخلة أثناء الحركة بامتداد 8 أمتار. الحفل الكريم، نشاهد من اليسار حافلة تتقدمها حافلة أخرى، ستقوم الطالبات والطلبة بأداء سقطات هوائية خطرة من أعلى الحافلة إلى الحافلة التي تتقدمها أثناء الحركة. الموجة الأولى. قمة التحكم والثبات تعكس مدى الجدية في التدريبات. الموجة الثانية. أجسادا قوية لا تخشى الأهوال، ترعاها إرادة نسائية لا تعرف المحال. الموجة الثانية. الموجة الثالثة. ويزداد الأمر خطورة بزيادة المسافة بين الحافلتين. الموجة الخامسة. الموجة السادسة. ورغم صعوبة الموانع فالأبطال لا يمنعهم مانع. الحفل الكريم، جدير بالذكر أن الكلية قد وضعت في طليعة الاهتمام تدريب الطلبة على مواجهة المخاطر بثبات وثقة عالية بالنفس، مما يكسب الطالب ثباتا انفعاليا في المواقف المختلفة. سنشاهد الآن بيانا يتسم بالخطورة والقوة. التدريب على سرعة رد الفعل وتفادي الأخطار اللحظية الطارئة. الحفل الكريم، مع السقطات الهوائية من أعلى الموانع الضخمة، نشاهد أمام المنصة حافلة يعتليها طلبة من فريق رياضة الباركور لأداء سقطات هوائية من أعلى الحافلة والمدرعات مختلفة الأحجام والارتفاعات. القفز من أعلى المدرعة البنسيرة بارتفاع 3 أمتار. القفز من أعلى المدرعة الفورد بات بارتفاع 4 أمتار. هؤلاء الرجال عزمهم عزم الأبطال، يقتحمون الأهوال ولا يعرفون محال.
القفز من أعلى المدرعة المامبا والمزودة بالنيران الهيكلية بارتفاع 5 أمتار. وتبقى مصر بأمر ربها وعزيمة أبنائها. ضيوفنا الكرام، مع عروض الكفاءة القتالية لطلبة وطالبات الكلية، يشق ساحة العرض مجموعات من طلبة وطالبات الكلية يدفعون بالموانع القتالية والأجهزة التدريبية والشباك المعدنية مختلفة الارتفاعات وإطارات السيارات، يستعدون لتقديم نماذج مما دربوا عليه من المهام القتالية والعمليات الشرطية. يهتف الطلبة والطالبات من أعماقهم: الشرطة فداء لمصر. نشاهد أمام حضراتكم في المنتصف موجات من الطلبة لعبور الموانع المختلفة والتي تنتهي بسقطات هوائية من خلال الحلقات المشتعلة. وأمام المسطح الأخضر نشاهد مهارة الطالبات في اجتياز الموانع المشتعلة بالنيران الهيكلية، اجتياز الأبواب المشتعلة، اجتياز الأسطوانة المشتعلة. وفي خلفية المشهد على الأجهزة مهارات الطلبة القتالية. على الجهاز الأول مهارات التسلق الحر وعبور كبر الموانع والنزول بطريقة السلخ، وعلى الجهاز الثاني مهارات التسلق الحر والتحرك التبادلي على العقل والنزول بالسلخ. على الجهاز الثالث نشاهد مهارات تسلق الطلاب على الشباك المعدنية، وعلى الجهاز الرابع التسلق بالحبال الزوجية بمقاومة إطارات السيارات. ونشاهد أمام حضراتكم مجموعة من الأبطال أثناء اجتياز الموانع المختلفة: مانع الأبواب المشتعلة، اجتياز الحلقات الدائرية المشتعلة، فالأسطوانة المشتعلة. وأمام حضراتكم مجموعة من الطلبة ذوي المهارات الخاصة يقومون بجر مدرعتين من النوع الشربة والتي تزن الواحدة 10 أطنان. وأمام حضراتكم موجات اجتياز المسطرة المشتعلة. كما يسطر الطلبة بأجسادهم على الشباك في المواجهة الكفاءة القتالية. بينما تؤدي الطالبات في المواجهة بياناً عملياً لاستخدام وتطويع كتلة السلاح ذاته والمستخدم في حالات صد هجوم قريب ونفاذ الذخيرة وللحفاظ على حياة الأبرياء، كما يستعرضن مهاراتهن في صد الهجوم العكسي بالسلاح الأبيض واستخدام الخنجر. ومن أقصى اليمين وأقصى اليسار مجموعات من الطلبة تؤدي تدريبات لعروض الاشتباك المختلفة. كما نشاهد مهارات الطالبات بجر سيارتي دوج رام والتي تزن الواحدة 3 أطنان. وعلى يمين ويسار خط المنتصف مجموعات من الطلبة والطالبات تقوم بأداء بعض التدريبات باستخدام إطارات النقل الثقيل وحبال الباتل ووبس وتمارين الكفاءة القتالية باستخدام المطارق الحديدية، حيث تنمي تلك التدريبات البدنية المتقدمة عضلات الجسم المختلفة. حيث تؤدي الطالبات على يمين ويسار خط المنتصف تمرينات السكوات بحمل المطارق، بينما يؤدي الطلبة التمرينات بالإطارات لتقوية عضلات الذراعين والظهر والأرجل. كما نتابع في المواجهة موجات اجتياز الطلبة للموانع والتي تنتهي باجتياز الحلقات الدائرية بسقطات هوائية. ويظهر الطلبة قدراتهم بأداء تمرين الضغط بحمل الزميل، بينما تؤدي الطالبات التمارين الثلاثية المركبة
نحن أمام لوحة تدريبية قتالية مشتركة تروي رحلة تدريب شرطة نسائية قوية للجمهورية الفتية، يبعثنا من مصر للعالم أجمع رسالة أمن ورسالة أمان ورسالة سلام. يشار في هذا المقام إلى أن طلبة وطالبات كلية الشرطة يخضعون إلى برنامج متكامل على مستوى سنوات دراستهم بالكلية للتدريب على الأساليب الأمنية الأساسية والمتقدمة للتفاعل والمواجهة لإنفاذ القانون. الحفل الكريم في ترجمة واقعية لربط الجانب العملي بالواقع الأمني، سنشاهد الآن أحد السيناريوهات الأمنية والتي تحاكي قيام بعض الخارجين عن القانون باستقلال إحدى الحافلات للقيام بعمل عدائي، وكيفية سرعة التدخل لاستيقاف الحافلة وضبط الخارجين ويعقبها مداهمة البؤرة الإجرامية. نشاهد أمام حضراتكم قدوم الحافلة، كما يظهر الطلبة قدراتهم من فريق رياضة الباركور باعتلاء سطح الحافلة استعدادا لضبطها ومن بها، حيث قامت قوات الشرطة بالتدخل السريع أثناء سير الحافلة بالسيارتين التويوتا الفورتشنر. نشاهد من يسار المنصة الآن الحافلة المطلوبة، حيث تتقدم السيارتين التويوتا الفورتشنر لاستيقاف الحافلة وتم استيقافها. تقوم مجموعات الاقتحام من طلبة وطالبات الكلية بفتح ثغرة النافذة واقتحام الحافلة باستخدام الرامب المعدني. قام الطلبة والطالبات بالسيطرة على الحافلة، حيث شاركنا الطالبات زملائهم الطلبة في الاقتحام، مما يعكس تكافؤ المستوى التدريبي لطلبة وطالبات الكلية. بمناقشة المتهمين عقب ضبطهم وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى مكان اختباء باقي العناصر الإجرامية. ونشاهد أمام حضراتكم على شاشات العرض فيلما تسجيليا يوضح تدريب طلبة وطالبات كلية الشرطة بالميادين المختلفة استعدادا لمهاجمة تلك البؤرة. عقب القبض على العناصر الإجرامية ومناقشتهم وباستخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، تم التوصل إلى مكان اختبائهم بإحدى المناطق الزراعية التي اتخذوها وقرا لهم للإتجار في المواد المخدرة والسلاح لصعوبة وصول القوات إليها. على الفور قامت مجموعات الاستطلاع بعملها لتحديد تسليح وأماكن تمركز العناصر الإجرامية، والتي أكدت وجود بعض العناصر للرصد والتحذير حال اقتراب القوات. تم وضع خطة أمنية محكمة لمهاجمة العناصر الإجرامية تعتمد على تحقيق عنصر المفاجأة، وارتكزت الخطة على تدريب القوات على أعمال الإخفاء والتمويه مستغلة طبيعة الأراضي الزراعية، كما تم تدريب القوات على مهارات الرماية من مختلف الأوضاع، والتدريب على مهارات استخدام الكلاب البوليسية في أعمال المداهمة والتفتيش عن المواد المخدرة، التدريب على مهارات تسلق المنازل باستخدام المعدات الحديثة والروافع الخفيفة ومساعدة الزميل، كما تم تدريب القوات على تطويع استخدام مهارات الباركور في العمل الأمني، التدريب على مهارات القبض والتفتيش. تم الاستعداد وتجهيز المركبات التي توفر أقصى درجات الأمان للقوات، وإصدار الأمر من غرفة العمليات ببدء عمليات الاقتحام والمداهمة. نشاهد من اليمين واليسار تقدم مجموعات القطع والعزل والحصار بالمدرعات المامبا، يستقلها طلبة الكلية ورفقاء الدرب من طلبة الكلية الحربية، وذلك لاتخاذ أماكنهم تمهيدا لدخول مجموعات الاقتحام. نشاهد من يمين ويسار المنصة تقدم مجموعة من المركبات المنضمة إلى القوات، والتي تم تصنيعها محليا بمعرفة وزارة الداخلية للمشاركة في هذا البيان، وجميع المركبات مزودة بكاميرا من النوع BTZ والتي تحقق الرؤية 360 درجة ومستوى حماية من النوع B6.
تتقدمهم من اليمين مدرعة الاقتحام والمعدة هيدروليكيا، وتحتوي على برجين هيدروليكيين ومزودة ببرج في المنتصف به كاميرا BTZ وتحتوي على معدات لفتح الثغرة. كما تظهر من اليمين أيضا السيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع، والتي تحمل تدريعا يصل عرضه إلى 7.5 أمتار. بينما تظهر من اليسار سيارة الاقتحام متعددة المهام ذات السلمين الهيدروليكيين ويصل ارتفاعهما إلى 10 أمتار، حيث تمكن القوات من اقتحام الأدوار المرتفعة. تتقدم من يمين المنصة السيارة التكتيكية 650 والمنضمة حديثا إلى القوات ولأول مرة، والمزودة بمستوى حماية P6، حيث يسع الصندوق الخلفي للسيارة لأكثر من معدة ومركبة. والسيارة مجهزة بمطلع رامب هيدروليكي لسرعة نزول وصعود المركبات. ويظهر من أعلاها البرج الهيدروليكي المصفح والمزود بمزاغن لإطلاق النيران ومخارج في جميع الاتجاهات، حيث يصل ارتفاع البرج إلى 5 أمتار ويعلوه كاميرا BTZ، حيث قام فريق القناصة باتخاذ أماكنهم داخل البرج. ويظهر أسفل الرامب الهيدروليكي سيارة الردع، وهي إحدى مكونات سيارة الاقتحام 650 والمنضمة حديثا إلى القوات، والمجهزة بالرشاش المتعدد عيار 762x51 والمعززة بقاذف 40 ملي شديد الانفجار وبواعث لإطلاق الغاز المسيل للدموع، حيث يتم التحكم بها عن بعد، ومزودة أيضا بكاميرا من النوع BTZ ومزودة بمنظومة الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنها تحديد ملامح الوجه للمطلوب وتوجيه السلاح تجاهه، ومزودة أيضا بخاصية تحديد المسافات من خلال جهاز الليزر الغير مرئي. هذا الوصف يجمع بين الأمان العالي والقدرات التكتيكية المرنة. نشاهد أمام المنزلين الأول والثالث ظهور عنصرين من العناصر لاستطلاع الأمر، وقامت قوات الإخفاء والتمويه الزراعي على الفور بالقبض والسيطرة عليهما. وأعلى المنزل الثاني يظهر أحد عناصر البؤرة المسلح، حيث قام الكلب البوليسي المدرب على الفور بانتزاع السلاح منه. وعلى يمين المنزل الأول خروج أحد العناصر الإجرامية للتأكد من هدوء الحالة، حيث قامت القوات خفيفة الحركة بالدراجة رباعية الدفع بالتعامل معه والقضاء عليه. أعلى المنزل الأول نشاهد أحد عناصر البؤرة، وقام فريق القناصة بالتعامل معه والقضاء عليه من برج السيارة التكتيكية 650. تتقدم من يمين المنصة سيارة الردع للتعامل مع مصادر النيران من منازل البؤرة الإجرامية. تم إسكات النيران وتحييدها وجاري استقرار سيارة الردع لتأمين الظهير الخلفي والتعامل مع مصادر النيران وتأمين القوات أثناء الاقتحام. تتقدم نحو المنزل الأول سيارة الاقتحام والمعدة هيدروليكيا، والتي يستقلها مجموعات الاقتحام من طلبة الكلية للسيطرة على الأدوار العليا، وذلك من خلال الأبراج المدرعة والمزودة بها. كما تتقدم مجموعات الاقتحام الأرضية في تشكيلات قتالية باستخدام الشلد المدرع لتأمين والسيطرة على المنزل الأول
واستخدام المهارات التدريبية المختلفة لاعتلاء المبنى باستخدام مهارات الصعود المؤمن للسلم الخارجي. ومن خلف السيارة كاملة التدريع تتقدم مجموعات الاقتحام من طلبة الكلية تجاه المنزل الثاني مستخدمين السلالم والروافع الخفيفة للسيطرة على المنزل الثاني تحقيقا لأعلى معدلات الأمان، حيث يقوم الطلبة من يمين ويسار المنزل الثاني باستخدام السلم لاعتلاء المنزل. نشاهد من اليسار تقدم المجموعات القتالية النسائية بالمدرعات الفورد بات وسيارة الاقتحام متعددة المهام ذات السلمين الهيدروليكيين، حيث تستعد الطالبات لاعتلاء قمة المنزل الثالث من خلال السلمين من سيارة الاقتحام متعددة المهام، بينما تتقدم مجموعة الاقتحام الأرضية من طالبات الكلية بتشكيل قتالي باستخدام الشلد المدرع، وتظهر من أعلى المنزل الثالث مجموعات التأمين الرأسية بالحبال لتأمين النوافذ والشرفات أثناء عملية الاقتحام. جدير بالذكر أن جميع العناصر المشاركة في اقتحام المنزل الثالث من طالبات الكلية. بدء عملية الاقتحام والتطهير الآن. تم ضبط البؤرة بالكامل وتطهير الأوكار الإجرامية، وقد أصدر قائد المأمورية إشارة مفادها تمام الانتهاء. اعتمد هذا البيان على تدريب فني تكتيكي يتم تدريب الطلبة والطالبات عليه بالميادين المختلفة بالكلية. الحفل الكريم مع عروض الخيالة. يبدأ العرض بعرض جمباز السواري، ففي إطار حرص كلية الشرطة على الحفاظ على الإرث والتراث القديم وتنمية مهارات الطلبة لرياضة الفروسية، سيستعرض مجموعة من الطلبة مهاراتهم لأداء حركات الجمباز أعلى ظهور الخيول أثناء سيرها، والتي تتطلب مرونة وشجاعة عالية. يظهر أمام حضراتكم الآن فرسان الكلية من طلبة كلية الشرطة. حيث يقوم الفرسان الآن بالاستعداد والجاهزية لأداء حركات الجمباز. النزول والصعود من أعلى ظهور الخيول أثناء عدوها. ونشاهد الآن قيام الطلبة بالركوب على الجواد بوضع المقص، وهي من أصعب الحركات التي تتطلب مهارة الفارس وتجانسه مع جواده. ثم يقوم الفرسان الآن بفرد الجسم كاملا أعلى ظهر الخيول، والذي يعكس قمة التفاهم بين الفارس وجواده. وتختتم هذه الحركات بوقوف الفرسان أعلى ظهور خيولهم، مما يعكس القدرة على السيطرة على الخيول والثقة بالنفس والشجاعة. الحفل الكريم مع عرض ترويض الخيول.
نشاهد أمام حضراتكم مجموعة من فرسان وفارسات كلية الشرطة يستعرضون ما وصل إليه قمة التدريب بطاعة الخيول، وذلك بركود الخيول على الأرض مع نوبة نوم. وتأتي الآن لحظة نهوض الخيول تزامنا مع نوبة يقظة. حقا إنها قمة الإبداع والطاعة. ضيوفنا الكرام، مع عروض رياضة الكلة يشار في هذا الصدد إلى أن فرسان كلية الشرطة دائما في صدارة البطولات المحلية والدولية. نشاهد من اليسار محاولة زوجية لالتقاط الأهداف الأرضية. نشاهد من اليسار محاولة لإحدى فارسات الكلية لالتقاط هدف أرضي باستخدام المزراق. يتم الآن تصغير لوحة التنشين، حيث نشاهد الفارس في محاولة لالتقاط حلقة من القائم، فالهدف الأرضي. التقاط حلقتين مثبتتين باليد، فالهدف الأرضي. وعلى الرغم من خشية الخيول عند رؤيتها للنيران، إلا أننا سنشاهد محاولة لالتقاط هدف أرضي مشتعلا بالنيران، وتنجح المحاولة. مزيد من التركيز والدقة، فالهدف الآن بين قدمي المدرب بالمواجهة. التقاط هدف أرضي بين قدمي المدرب مرتكزا على كلتي ركبتي. نشاهد الآن قمة المرونة والتركيز في محاولة لالتقاط منديل من على الأرض، وتنجح المحاولة. يشار إلى أن فرسان كلية الشرطة قد حصلوا على المركز الأول في البطولة العربية العسكرية التي أقيمت بالعاصمة الإدارية، كما حصلوا على المركز الأول فردي في البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد بموسكو. سنشاهد الآن بيانا يوضح مدى التناغم والتناسق، حيث ينقض الفرسان والفارسات على أهداف متتابعة بشكل متناغم. الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامنة، التاسعة، العاشر. المطلوب من الفارس هو مجرد ملامسة الهدف، حيث تقضي قواعد تلك الرياضة أن ملامسة الهدف تعني إصابته. الحفل الكريم إيمانا من وزارة الداخلية بأنه لا غال ولا نفيس يحول دون أمن الوطن، فقد عززت الشرطة قواتها بأحدث المعدات والمركبات. نشاهد من اليسار قدوم وحدات المهام الخاصة، تلك القوات التي تستخدم للتدخل في المواقف الأمنية المختلفة التي تستوجب سرعة التعامل ودقة التنفيذ. أمام حضراتكم قائد الدراجات النارية من قوات المهام الخاصة، ومن خلفهم مجموعة من اللانشات التي تستخدم في الدوريات والمناورات والبحث والإنقاذ السريع. وتطل علينا المجموعات القتالية النسائية طالبات الكلية مستقلين أنواعا مختلفة من المركبات، كسيارة الدورية الأمنية يعقبها سيارتي التويوتا الفورشنر، ومن خلفهما سيارتي الدوج رام المصفح. وتستعد للمرور أمام حضراتكم السيارة السبربان المستخدمة في أعمال الحراسات الخاصة ومرافقة الوفود الرسمية. وتظهر من خلفها المدرعة الفورد بات المزودة بمنصة إطلاق وأجهزة رؤية ليلية، كما تظهر أمامنا الآن المدرعة المامبا والتي تستخدم في المداهمات،
ويستعد للمرور أمام حضراتكم مجموعة من المركبات المنضمة حديثا إلى القوات والمصنعة محليا بمعرفة وزارة الداخلية، حيث تظهر الآن سيارة الاقتحام متعددة المهام ذات السلمين الهيدروليكيين، ومن خلفها مدرعة الاقتحام والمعدة هيدروليكيا والمزودة ببرجين مدرعين ومعدات لفتح الثغرة. كما يمر من أمامنا الآن السيارة معاونة الاقتحام كاملة التدريع وتحمل تدريعا بعرض 7.5 أمتار، ومن يسار المنصة تتقدم سيارة الاقتحام التكتيكية 650 والمصممة خصيصا لعمليات الاقتحام والتعاملات الأمنية، ومن خلفها الدراجة رباعية الدفع خفيفة الحركة. ويظهر أمام حضراتكم الآن سيارة الردع أعلى الونش المتحرك، وهي إحدى مكونات سيارة الاقتحام التكتيكية 650، ويتم إنزالها واستخدامها وتوجيهها تحت التحكم بالقرب من منطقة التعامل، حيث تستخدم في اقتحام الأماكن شديدة الخطورة. ويطل أمامنا الآن مجموعة من طلبة كلية الشرطة ذوي القدرات البدنية الخاصة الذين يخضعون لجرعات تدريبية عالية استعدادا لانضمامهم لقوات المهام الخاصة. إنها حقا قوات تجسد الإرادة الحقيقية لوزارة الداخلية، وستمضي مسيرة الأمن قدما تلبي احتياجات المواطنين يحدوها الأمل في غد مشرق. ضيوفنا الكرام مع العرض العسكري للخريجين الجدد. بسم الله غدت مصر آمنة مطمئنة، بسم الله مضت مصر شامخة أبية، بسم الله ترعاك يا مصر أياد فتية، بسم الله تعلو رايتك كل البرية. السيدات والسادة أولياء أمور الخريجين، يطل علينا في ساحة الاحتفال أبناؤكم يتقدمون صوب المنصة حاملين علم مصر الحبيبة رمز رفعتهم وكرامتهم، استعدادا للاستئذان لبدء مراسم التخرج. يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج.
تمام يا فندم. لواء محمد ابو الخير قائد طابور الارض العام، استاذن في بدر الارض. تفضل يا فندم. طابور خليجي يستعد للمرور بالاستعلاء في هيئة كل طريق بمسافة 10 خطوات بين المجموعات. معتادين مرش. السيدات والسادة أولياء أمور الخريجين، تزدان بوابات أرض الاحتفال الآن بأبنائكم الخريجين، ويتقدم الخريجين زملاؤهم حملة الأعلام، ويظهر علم مصر الحبيبة، ومن خلفه أعلام الدول العربية والإفريقية التي يدرس أبناؤها بالأكاديمية هذا العام، وهي أعلام دول تشاد، تنزانيا، جيبوتي، جنوب السودان، جزر القمر، رواندا، ساو تومي، السودان، سيراليون، الصومال، إفريقيا الوسطى، فلسطين، كازاخستان، الكاميرون، الكونغو، ملاوي، ناميبيا، النيجر، حاملين على جباههم علامات من حضارة مصر العظيمة، في دلالة على أن مصر تتسع لكل الأشقاء والأصدقاء. ويتوسط علمي أكاديمية وكلية الشرطة علم الأكاديمية العسكرية المصرية وأعلام كتائب الطلبة، متبعين في خطاهم علم البلاد المحفوظ في قلوبنا. ها هو علم مصر يرتفع خفاقا في السماء في عزة وإباء، فلنتفضل بالوقوف جميعا تحية للعلم. طابور خليجي لليمين أرضه. عش كريما وعزيزا موطني، وارفع الرايات فوق القمم، إنني أقسمت ألا تنحني أو تعيش الضيم بين الأمم، فسأفديك بروحي طائعا وسأبقى رافعا للعلم. طابور خريجي للأمام أنظر. يتفضل السادة الحضور بالجلوس الآن. مشاركة من طلبة السنوات الدراسية المختلفة لزملائهم الخريجين، فقد سطروا بأجسادهم على الشباك في المواجهة، كلية الشرطة دفعة 2024. ويمر الآن أمام المنصة لفيف من أبناء الكلية الحربية، جاءوا اليوم ليشاركوا رفقاءهم في الدرب من طلبة كلية الشرطة حفل تخرجهم. يا مصر كريمة بأبنائها، فهي لمن حولها قائدة في ود، رائدة في محبة، داعمة للصديق، قاهرة محبطة للعدو. إنها هبة النيل، أم الحضارات، حباها الله الأمن والأمان.
ها هم أبناؤكم وقد أصبحوا جيلا جديدا من ضباط الشرطة يحملون مشاعل الأمن بإرادة وطنية هادرة تجرف أمامها كل عثرة لبث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. باتوا رجالا تسبق أفعالهم أقوالهم لتحقيق الأمن، تعلو ضمائرهم فوق أفعالهم وأقوالهم لإرساء الحق، حريصون على منح الطمأنينة لشعب مصر الأبي. لقد اصطفاكم الله لأن تحملوا رسالة من أقدس الرسالات، وهي تحقيق الأمن والأمان لكنانة الله في أرضه. فكونوا على قدر المسؤولية التي حملتموها، تفانوا في أداء واجبكم المقدس، اطلعوا بالمهام الجسام وحققوا الأمن لسائر الأنام. الحفل الكريم يستعد أبناؤكم الطلبة الآن لأداء بعض التشكيلات العسكرية مرددين أناشيدهم الوطنية الحماسية. أعظمك يا مصر وما أكرمك يا مصر، أنت أغلى الأوطان، سماؤك ظل وأمان وأرضك أمن وسلام، حماك رب الأنام. ادخلوها آمنين، مصر وطن الآمنين، رعاها رب العالمين. عاشت مصر، على الدوام، أرض الحضارة والسلام. تحيا مصر. إن في مصر رجال قالوا على أنفسهم توفير الأمن والأمان للمصريين وحماية هذا الوطن والزود عنه. ولا يخفى عليكم أن تحقيق ما نصبوا إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج أولا إلى بيئة آمنة وأرض ثابتة. وفي الحقيقة فإن الحفاظ على الأمن والأمان في بلد كبير بحجم مصر يتطلب جهدا كبيرا وإنكارا للذات وتضحيات جسام. وفي هذا المجال فإن رجال الشرطة يبذلون العطاء دون انتظار أو مقابل. ها هو علم مصر يبدو في الأفق مرفرفة وتحيطه المشروعات القومية الجديدة، شاهدة على العبور نحو آفاق المستقبل. سطر الطلبة بأجسادهم في ساحة العرض وعلى الشباك ما استقر في وجدانهم وعقيدتهم. ادخلوها آمنين، عاشت مصر. ضيوفنا الكرام، تبدأ الآن مراسم تسليم وتسلم القيادة.
الله وعهد الله. أنا أحافظ على تقاليد كليتي وأنا أحترم قواعدها وأنا أكون وفيا لها ونمثلها تمثيلا صادقا بالداخل والخارج شعار كلية الشرطة. الآن علم هو سبيلنا لمواكبة كل جديد. الخلق خلق قويم عنه لا نحيد. الواجب واجب نؤديه بتفان لوطننا المجيد. تتجه الآن مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة النهائية إذانا ببدء قيادة جديدة. الحفل الكريم يطل علينا من بوابات أرض الاحتفال المختلفة مجموعة من الخريجين والخريجات بزي العروض المختلفة شاركوا في فقرات هذا الحفل، وها هم الآن بين زملائهم الخريجين استعدادا لأداء يمين الولاء. يمين الولاء. صدر قرار السيد وزير الداخلية بمنح خريجي كلية الشرطة درجة الليسانس في القانون والشرطة، ومنح خريجي وخريجات كليات الحقوق بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة ودرجة الماجستير في القانون من الجامعات المصرية، ومنح خريجات كليات التربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين دبلوم علوم الشرطة ودرجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار. كما صدر قرار سيادته بمنح خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة ودبلومة إدارة الأزمات والكوارث الأمنية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. الخريجون الجدد يؤدون اليمين خلف اللواء إبراهيم الرملي كبير معلمي كلية الشرطة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق. مع تقليد الأنواط لأوائل الخريجين.
تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالموافقة على منح أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الامتياز من الطبقة الثانية وهم: أولا كلية الشرطة، الأول ملازم تحت الاختبار أحمد جهاد أحمد الشربيني، الثاني ملازم تحت الاختبار يوسف أحمد حمدي توفيق، الثالث ملازم تحت الاختبار عمر عثمان عمر المحرزي، الرابع ملازم تحت الاختبار محمود عادل سعد بيومي، الخامس ملازم تحت الاختبار نور الدين محمد عبد المنعم مندور، أول الطلبة الوافدين ملازم تحت الاختبار يوسف فخري عبد الواحد العملة من دولة فلسطين، أول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار محمد طارق محمد موسى، أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار سامية محمد يوسف شمس، أولى الخريجات الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية ملازم تحت الاختبار أمنية حسام أحمد محمود، أول خريجي قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار عمرو أحمد أبو الفتح أحمد، أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار آلاء إبراهيم أحمد جعفر، ثانيا كلية الدراسات العليا، الأول على دبلومات كلية الدراسات العليا رائد أحمد حمادة محمد العجمي الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية والمصاب بتاريخ 9 من يناير عام 2017 أثناء المشاركة في صد هجوم العناصر الإرهابية بمدينة العريش وتسببت في عجز مستديم بنسبة 35%. أول الوافدين بكلية الدراسات العليا رائد رائف محمد محمود جعرون من دولة فلسطين، ثالثا مركز بحوث الشرطة أولى الدارسين بالكوادر الأمنية من الدول الأفريقية عن فرقة الشرطة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان مفوض شرطة من كاندي فيفيان من دولة الكاميرون.
الأول على فرقة حماية الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة نقيب كانابين أكاديل من دولة كازاخستان. ضيوفنا الأجلاء مع كلمة السيد وزير الداخلية. طابور خارجي جنبين سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدق معاني الترحيب لتشريف سيادتكم والحضور الكريم الاحتفال بيوم الخارجين لنشهد لحظات غالية في حياة نخبة من شباب هذا الوطن اجتهدوا وصابروا طوال فترة دراستهم، يقفون اليوم في صلابة حراسا للأمن ليؤكدوا أنهم جديرون بالانضمام لصفوء عطاء رجال الشرطة لترسيخ دعائم الاستقرار لهذا الوطن العظيم. ومن دواعي الفخر والاعتزاز مواكبة احتفالنا اليوم لذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي جسد بطولات ملحمة أبهرت العالم. وفي هذه المناسبة يسعدني وهيئة الشرطة أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة، راغين المولى عز وجل أن يكلل مسارات التكاتف والتكامل بين جناحي الأمن بالأمة المصرية للمزيد من التوفيق والسداد. السيد الرئيس، تتقدم مصر بقيادتكم لتحقيق الإنجازات والتطوير في كافة المجالات، مدعومة بإرادة وطنية لبناء دولة حديثة مما كان له عظيم الأثر في قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات والأزمات المتتالية الناجمة عن تصاعد حدة الصراعات والاضطرابات على المستويين الإقليمي والدولي، والتي ألقت بظلالها السلبية على المقدرات السياسية والاقتصادية لشعوب العالم، وفرضت على بلادنا تحديات كبيرة بحكم موقعها الجغرافي والمسؤوليات الواقعة على عاتقها لدورها الريادي في المنطقة. وهنا تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التي تحيط بالوطن وتكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون وجهاض المحاولات اليائسة والمستمرة للتنظيمات الإرهابية ومن يشاركها أهدافها الآسمة لاستعادة توازنها وقدراتها لإحياء أنشطتها الهدامة عبر الترويج للأكاذيب والشائعات وتزييف الحقائق. وتحرص الوزارة على اتخاذ أقصى درجات اليقظة واستمرار الأخذ بزمام المبادئة والاستباق الأمني في مواجهة تلك المخططات استنادا إلى وعي وتلاحم شعبي. الجمع الكريم، انطلاقا من أهمية الأمن باعتباره ركيزة جوهرية للتنمية، تحرص السياسات الأمنية على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي والأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتحقيق نقلة نوعية في شتى قطاعات الوزارة وتوطيد دعائم منظومة أمنية متطورة تتكامل فيها مقومات البنية التحتية وكفاءة المقدرات والمنشآت الشرطية، مع استمرار تطوير الدعامة البشرية من خلال برامج تدريبية وعلمية مدروسة تبدأ من أكاديمية الشرطة والمعاهد التدريبية وتستهدف بناء الشخصية المهنية واكتشاف القدرات لرجل الشرطة ليكون على جاهزية لأداء مهامه ومواجهة التطور المضطرد في آليات وأساليب الأنشطة الإجرامية التي باتت تعتمد على تطوير التكنولوجيا الحديثة
لتحقيق مآربها. ويعكس هذا المشهد المتميز أمام حضراتكم وما يزخر به من مهارات وقدرات تدريبية اهتمام وزارة الداخلية بالتسلح بأحدث الوسائل ووسائط التدريب وفقا للمؤشرات القياسية العالمية باعتبارها السبيل لفعالية الأداء الأمني، وتوافقا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، واستمرارا لجهود الوزارة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لأغراض الأمن، فقد تم استحداث معهد تدريب تخصصي لنظم التكنولوجيا الأمنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لصقل مهارات العاملين بمركز العمليات الأمنية المستحدث وتمكينهم من مواكبة التطور اللامحدود في هذا المجال وتطويعه لصالح إدارة ومتابعة العمليات الأمنية. ومن المخطط أن يمتد دور المعهد ليستقبل المتدربين من الدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار استكمال تطويرة المنظومة البشرية لتحقيق التكامل في المفاهيم والأداء بين قوات الشرطة بمختلف كوادرها الوظيفية، وامتدادا للنظم المطبقة بأكاديمية الشرطة، تم إعادة صياغة المناهج التدريبية لمعاهد معاوني الأمن لتصبح مدة الدراسة بها 3 سنوات يتم خلالها تطبيق نظام التخصص الوظيفي بمجالات العمل الأمني المختلفة وإكسابهم الخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن التدريب العملي بالمواقع الشرطية وفقا للتخصص، وصولا إلى الجاهزية الكاملة لمباشرة المهام فور إتمام الدراسة. وفي ضوء ما أفرزه الواقع العملي من نجاح عناصر الشرطة النسائية في الاطلاع بالعديد من المهام الأمنية وعلى رأسها تأمين وحراسة الشخصيات النسائية الهامة، فقد أولت الوزارة اهتماما بالتوسع في أعداد المقبولين من كوادر الشرطة النسائية بكلية الشرطة ومعاهد معاوني الأمن وتزويدهن بالمهارات المتقدمة وتأهيلهن لخوض العمل في مختلف مجالات العمل الأمني، فضلا عن توسيع نطاق مشاركتهن في عمليات حفظ السلام الدولية اتساقا مع توجهات الأمم المتحدة للتوسع في إشراق العنصر النسائي ضمن القوات الشرطية المشاركة في بعثات حفظ السلام. السادة الحضور، يسعدني وهيئة الشرطة أن أتوجه بأبلغ عبارات التقدير لمؤسسات الدولة وأجهزتها لتعاونها مع وزارة الداخلية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لمسيرة العمل الوطني. وبكل الوفاء والاعتزاز أتقدم بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة، كما أتقدم بتحية عرفان لأبنائنا مصابي الواجب، متمنيا لهم السلامة واكتمال الشفاء للعودة إلى صفوف البذل والعطاء. كما أتوجه للسادة أولياء الأمور بخالص التهنئة، فأنتم شركاء هذا النجاح، تشاهدون اليوم أبناءكم في أولى خطواتهم للانضمام لمسيرة أجيال سبقتهم على ضرب الفداء والواجب. أبنائي الخريجين، أديتم اليوم قسما عزيزا غاليا تلتزمون فيه بالوفاء للوطن والولاء لشعبه، حاملين رسالتكم النبيلة في حماية أمن الوطن والمواطنين، ماضين لنصرة الحق والعدل، متمسكين بالشجاعة والمصابرة والإقدام في مواجهة التحديات. فاجعلوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل وواجب، وكونوا ملاذا للمواطن في تحقيق أمن وسكينته مهما تعاظمت التضحيات. السيد الرئيس، سيشهد التاريخ لكم بكل التقدير والاعتراف والعرفان قيادة الوطن في ظروف عالمية وإقليمية بالغة التوتر والتعقيد، وأعلنتم برؤية رشيدة أن مصر بثقلها ودورها المحوري ستظل مدافعة عن حقوق شعبها وقضايا أمتها، متمسكة بثوابتها لا تفرط أو تساوم عليها.
حرصتم على تدعيم مقومات الأمن والاستقرار في البلاد حتى مكنكم الله بفضله وبإصرار الشعب وتآزره في نسيج واحد من استعادة هوية الدولة وإطلاق مسيرة البناء والتنمية. حفظ الله مصر وطنا كريما عزيزا وسدد بالحق كل خطاكم، وسيبقى أبناؤكم من رجال الشرطة على عهدهم خلف قيادتكم الحكيمة، لديهم كل العزم والثبات، لن يترددوا في التضحية بدمائهم وأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن شعبنا العظيم وحماية مكتسباته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابور خليجي كفن سلاح. السيد الرئيس، الحفل الكريم، لا يفوتنا في محفلنا هذا أن نذكر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم لنحيا كراما، فتحية عسكرية واجبة لشهداء الوطن، ونستأذن حضراتكم في الوقوف تحية لأرواح الشهداء. سلام الشهيد، سلام سلاح. لو سمحت اللي هو محمد ابو الخير اعمل جنبا سلاح، فضلوا استراحوا 5 دقايق بس لو سمحت. فضلوا طابور خارجي جنبا سلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البدايه ان انا اوجه التحيه للاسر، اسر الطلبه واسر الخريجين، وأهنيهم على تخرج أبنائهم. وأشكرهم أيضا على أن هم
يعني أعدوا أبنائهم أبنائهم وبناتهم عشان يبقى كلامنا دقيق يعني، وجهزوهم بشكل جيد جدا، وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرارها. فأنا بشكرهم وبهنيهم، وإن شاء الله نشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات. واسمحوا لي إن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تمازت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة، لكن الحقيقة أنا يعني بتجيلي فرصة أن أنا أجي مرات وبتطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص، من غير ما نعمل يعني عشان أبقى مطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس. والحقيقة كل مرة بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى، ولسه في أفضل من كده، ولسه في جهد أفضل من كده، عشان يبقى دايما إحنا زي ما أنتوا قلتم في شعاركم العلم والإعداد لخريج أو ضابط وضابطة شرطة قادر على أنه يقوم بمهامه بشكل محترف وشكل علمي جيد بأحدث أساليب العصر. أنا يمكن مش هكلم كتير قوي، لكن أنا بس عايز أقول أن زي ما اتقال كده أثناء كلمة السيد وزير الداخلية، أن المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، وأن احنا حرصنا في مصر أن احنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، وإحنا حذرنا منه وقلنا ان استمراره ويعني هيؤدي الى عواقب خطيره في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر ان احنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا ان احنا حريصين على ان احنا نكون بنمارس سياسه تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية. وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين، والحقيقة احنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية، ودلوقتي بقالنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية، والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجة، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى قلقانين، عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي الى يعني توسع او اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة. واحنا يعني بقالنا تقريبا قناة السويس تقريبا اكتر من 50-60% من دخلها احنا فقدناه، اكتر من 6 مليار دولار خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا. مش عايز اطيل عليكم في النقطة ديت، لكن عايز اطمنكم ان احنا بخير، والامور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة، ومن من من يعني من جيد او من حسن لاحسن. طول ما احنا في مصر، طول ما احنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، ايدينا في ايدين بعض، ومطمنين على ان احنا بندير امورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن ما أمكن، دون التورط في يعني في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا. طول ما احنا كمصريين متماسكين ومتحملين، هقولها بالطريقة دي متحملين، بس في نقطة أضيفها في الآخر خالص كده، أقول إن من فضلكم انتبهوا جدا، لان طبعا في الفترة ديت ويمكن خلال الشهور اللي فاتت حجم الكذب وحجم الافك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمة بالنسبة له وواضح الخطر بالنسبة له. عملية
الكذب زي ما بقول كده، والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا، واتهامات مش ليس لها والله أساس من الصح كلها. يعني هقول ايه بس، يعني بيقولوا كلام كتير مش مظبوط، وانا صريح معاكم وصادق معاكم دائما، وهفضل كده طوال ممارستي للمهمة هنا. مرة تانية بهني الأسر وبهني الخريجين، وقال لهم خلي بالكم من نفسكم، وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم دي. لا شك ان التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا تعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي، ان هو يبقى في دائما قدام عينيكم، عشان تبقى العلاقة القوية اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من اسركم، وان شاء الله موفقين دائما وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. مش عارف لو قلت النصيحة دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك والسجاير. حتى في الافلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطه السيجاره في بقه، خير يعني؟ هو ضابط الشرطه ما عرفش يفكر الا بالسيجاره ولا ايه؟ ها يا محمود، خير ايه الكلام دوت؟ لا. لا لا، السيجاره والوزن. ربنا يديكوا الصحه ويوفقكم ويحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. طابور خريجين كفن سلاح.